مرحبا أيها المفكرون الصغار، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الراء. هكذا يكون شكل حرف الراء. سوف أقوم الآن بقراءة الكلمات التي يوجد فيها حرف الراء. انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمات: رو 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 رمان. هذه صورة رمان. انتبهوا الآن إلى هذه الكلمات أيضا بحرف الراء: ريشة ري ريشة، ر رأس، ر ركبة، روبوت رافعة، ربطة عنق. هيا عزيزي الطالب، أريد منك أن تكون طالبا متأملا ومفكرا وتقوم بقراءة الكلمات التي يوجد فيها حرف الراء، وتنتبه جيدا أيضا إلى لفظ حرف الراء في درس الاستماع. هذا هو إذن درس الاستماع. اسم الدرس: عصفور سكر. سكر يحب الرسم كثيرا. هل رأيت عزيزي الطالب إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف الراء؟ رسم على دفتره عصفورا صغيرا، ريشه أصفر ورأسه أحمر. إذن الكلمات التي يوجد فيها حرف الراء هي: سكر، الرسم، كثيرا، رسم، دفتره عصفورا صغيرا، ريشه أصفر ورأسه أحمر. راء راء راء. إذن هنا عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة الكلمات التي يوجد فيها حرف الراء، مثل رمان رمان، سيارة سيارة، سرير سرير، سيارة وسرير. هل رأيتم أصدقائي حرف الراء في هذه الكلمات؟ هنا في السؤال الثاني عليكم تتبع النقاط لرسم الطريق للجمل حتى يذهب إلى الكلمة التي يوجد فيها حرف الراء. انتبهوا جيدا، ربما سوف يسلك طريقين، لأن كلمة ورد يوجد فيها حرف الراء، وكلمة أرنب يوجد فيها أيضا حرف الراء، أما كلمة نخيل لا يوجد فيها حرف الراء. إذن هنا أريد منك أن تكون طالبا مفكرا وتفكر كيف يكون شكل حرف الراء. هنا في ورقة العمل هذه سوف تقوم عزيزي الطالب بتتبع النقاط وكتابة حرف الراء. هنا سوف نقوم أيضا بمراجعة الحروف. صورة رمان سوف نصلها بحرف الراء، وصورة الوردة سوف نصلها بحرف الواو، وصورة البيض سوف نصله بحرف الباء، وسيارة سوف نصلها بحرف السين. هنا في هذه الورقة حرف الراء مع المد الطويل، مثل كلمة خروف. راء مع حرف الواو خروف، فراشة فراشة، ريشة ريشة. إذن أعزائي الطلبة، هذا كل ما لدينا عن حرف الراء. شكرا لكم وأراكم في حرف جديد. شكرا لكم.